السلام عليكم ورحمة الله. إزريا غيض قام إسنا الأخبار من غزوة الحديبية اللي ينتي السكوز من بادر السنة الثانية والشيش وقاشن وحود والسكرديس وقاشن الخندق والشموتي وقاشن الحديبية والصدسي وقاشن. هذا غية الغزوة يضنين على ستين غزوة خيبار. خيبار هي المكان أما الحجاز يبعد نشوية ستوادا سينسي والصنع التكرار في المدينة يقاسي في زمان الزغنقي سودين هاتين زرية اللي ودين اللي غل المدينة بنو قينقاع وبنو الناظر وبنو قريضة يساكو يسنا في الضاني مسلم ولكن ولي فغنين بنو قينقاع بنو الناظر لجول نسن يشكال صغيد يشكال خيبر وقسن داريت مادسن كرا قيد نفس الشام كرا يبقى خيبر يكتين النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديس إسكل هدنة دويدن خيبر يصف داسن ين الصحابي إلى ستينين سيدي عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة يصف النبي صلى الله عليه وسلم دا عشرين دمرو ثلاثين زايد نجمع عندي سبشتي الهدنتي مسلم قراسن دي مسلم اشكين دقوزنيا 30 ونا ادلك من النبي صلى الله عليه وسلم دي سكن الهدنه اللي غديوش كان على غراس ايميل والدي كرقات يوم مسلم السودون غدرت وداي ايميل يظهر دا وداني شنو وانا تغدرني مسلم نقو غرسة نغين اللي غديو سيد عبد الله بن رواحة اي تميد العلامة نغي كان اي تميد غوان دي السوداء اي لد السفنس يزور عبد الله بن رواحة ان غيت نكن كل مسلم نغين كل ودينا تبقى الحرب نغي كان تبقى الحرب نغي كان يكتنا اللي قيزنا ستين يا نستين ابن ابي الحقيق يا بهرة يا ودا امعادة النبي صلى الله عليه وسلم دي مسلم يصفصص النبي صلى الله عليه وسلم يا واسي الخلق ما تنقان تيني غونياد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض طوال يغيزك الخلق بهرة يضران آل الصفيد ما تنقان اشكون اللهم امتي انا كل يصلح مدن ولا يقول ينسد كل مدن أتبتيني مدن أتبتيني يا يوصل ميتلين ما أشواري إسخنزت كله أنه يفع وأنه للضرار حين تين مدن ظرنت الدات غيلة يجيزي اللي يوضادي ضراناش تبي مدن باش أقول تسلم الدات أنه يفع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كارغي كان اللي غدي يوري النبي صلى الله عليه وسلم أما الحديبية يفتون الصحابة خيبر هان قريش ولو فينا دعاو اتني دعاون اشكون اسكي ديسنا باش مال هدنت اسينو دين وحده نيميغ كان غي كيدار نسن كل ما قالت تاكا دير نوكا نحصر النبي صلى الله عليه وسلم يحصر تاك اختي ديال دي يزايد صغوني اضنين يزايد صغوني اضنين يزايد صغوني اضنين وقعان تغين من نوت المسائل زغما يوقعان يا الخلق يا مكسا يطافو لينس يقسنت يا وداي ايميلي ظهرات دايكا مسلم غزال لي غير يصدر الاسلام الناس ايناش نفتي غير في الغول لي اباب نسنت انا ناوي كاولي تسعوتنت ايناش نا وقت انا لا بسكر هاد الزور غت مسلمتين وادو ضرب ولي كان دلامين وهو هو كي تقال لي ما يصدرك بعدا هو اللي فقس الحين اشكون مؤمن كتي كان ولي لا لا مانت هاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كرات كسيتو السينو مؤمن اي غي سوال اريد تغزين إيغا سكيت لامان تال تيتودو إيغا ولا يتغشو حتى يا مسلم أشكوين النبي صلى الله عليه وسلم من غشانا فليس منا وانا غي غشان هاتي النورقي نغيقي غينا يفع أموما ولا يسكركيس أموما ولا يتخدع أموما أليا كلاما تيد بابنس الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم يشوري ودين اللي في كل غلب يفتو سلمى كان يظن اختام غيرتين فداك حتى انت اللي خنو كل يفضى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ناس شكوش ناد الزغن اد خدمن يفكاس النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نسن اجيز خدمن صنص هذا كان مسلم نص الغلات حتى وين اثنين نص الغلات بقى غين ولتني كيزيضي غير سيدنا عمر اما شو السنس قريش نتني قالوا كان سفريدن اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم يشيف تسغينا في سفريدن لك ربما أدغل بن محمد ربما توقعية الحكاية يا الخلق يقايد لي تجد مكة تويتون لقتو السنان سخيبار
اللي غيزر النبي صلى الله عليه وسلم انصرت ربي في خيبر يسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عتي سلم ولكن دي جنتمر واست تفرق دي قريش ادني يا رسول الله ادسول شويه ادني غولنا لي السفر عرفتوا اسمو تمر واشتينو اني شوخا يفتو يكشمن سمكا يا فين قريش كوش انا سامض ما كان خبر اني سمر داوني نيغ يا الفرح لا ايوي غاونتي دوي اللي متنش ناسميت اني شغل محمد ومزنت وداين نغنجل نولي سمونين ويلي والموتين رورن ام زنت نان ولي مكيناتنا غير كي ختناوي قريش اتنغي نتنسي فاسنسن اعرف راح نار التقاس نشتن انيش ولكن كي كان بشرطين واتني كرما يتسمون تامر واشتين ولي حين الترفلوس هاتي الغنائم اللي وسودين محمد اللي غير كيزن تسغيكان صغير عمل نسن صغير السلاح نسن زغزنت ينكر امي قدي سيدنا العباس عمي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس لكنك سيدنا حمزه يا عمي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عباس يا عمي النبي صلى الله عليه وسلم ودا يسلم من سيدنا حمزه هاتي يموت الترحم ربي اما يقاو الشهيده ما سوحد ابو لهب انت فين انت ايش يشكر باك ليش يشكر يموت في الكفر ابو طالب وخانتي ان كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولا سي قدر ربي تبارك وتعالى ايمت في الاسلام يموت في الدين الوالدين الناس يبقى انت قال بس سيدنا علي ما دي يقول نغيد عمي النبي صلى الله عليه وسلم غيلاد سيدنا العباس يمقر سيدنا العباس غلقى الناس مثل الاخبار ديال التويت الناس قصير ما كان فلاني دخلت يكون الناس الحمد لله في الغنيوش وماك محمد ناس كسلمغ سيدنا رسول الله في الغتيني ناس يتنصار هما يسكي ودين هني ويجيز نيت مغارت اللي يجيز نكل ويجاني ليش الشرافة نسن اش كنت مغارتان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لا فلا شوية خسر خطر نسن يويت انت باشا ادو خسر خطر الصحابة بحقي ناس صري اركي خفتيغ يصر سيدنا العباس اي اللي غيش من غوان تامر واسن سزر ببالك لي غي فوق يفتو سيدنا عباس يشيل لك شوف نسي عدلن يشكيد يطوفي بطلال الحرام شكوش القريش ناس اي متى كذاك يقعان اي تصدر زعما ايش كل مريت غادي يقعان ويش نقمك هين ناس نشوراتو كان هين انا سميت هين ناس ينصر ربي شنو ما يقات ربي يجول لودين يويلي يسكري 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 شو ما كنا راكدين شنو هو اليوم اللي راكان هو اليوم اللي راكان اي ان راكانت يسريست كي يقونيس كي يشمون فلوس نسيفتا يسلم انا شو هكا كيف تا اسكت تينا والله ما عرفت نوفي وكيجي تمون يخصد ويا هاريكاد الصدا غزوة خيبر ينصر دار ربي تبارك وتعالى اي مسلم ين النصر فوكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.